بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 127. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن أعياد أهل الكتاب: فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله، نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة، فعن أحمد روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسمى عليه غير الله تعالى، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم التي نهينا عن التشبه بهم فيها، فما ذبحوه لها وذكروا عليه اسم غير الله كاسم المسيح أو اسم الزهرة كوكب المعروف، هذه الذبيحة ذبيحة شركية، فهي مما أهل به لغير الله. الله جل وعلا ذكر من جملة المحرمات ما أهل به لغير الله، فتكون محرمة لأن هذا من أعلام الشرك وأنواع الشرك، والأكل منها موافقة لهم أو تشجيع لهم على ذلك، زيادة على أنها غير مذكات، أنها مثل الميتة. هذا هو المشهور عن المذهب الإمام أحمد. وهناك من يرى جواز أكل ما ذبحه أهل الكتاب على أي وجه كان، لعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولكن هذا القول مرجوح، لأن ذبيحة المشرك لا تحل لأنه مشرك، وقال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس. فلو أن مسلما ذبح لغير الله لم تحل ذبيحته، فكيف إذا ذبحها كتابي مشرك بالله عز وجل؟ نعم. قال الميموني: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال: يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح. نعم، هذا وجه تحريم ما ذبح من هذا النوع، لأنهم يذبحونه لغير الله ويذكرون عليه اسم غير الله. نعم. وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم، فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال ابن عمر: يترك التسمية فيه على عمد، إنما يذبح للمسيح، وقد كرهه ابن عمر. نعم، سئل الإمام أحمد رحمه الله عما ذبحوه ولم يذكروا اسم الله
فقال لا يؤكل لأنه مذبوح باسم المسيح، فهو ذبح لغير الله، والذبح لغير الله لا يحل لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم. نعم. إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل. هذا الوجه الثاني، الذين يقولون نأكل ذبائح أهل الكتاب لعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم ذبائحهم، نحن نقول ونحن عندنا عموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وعموم قوله تعالى وما أهل به لغير الله، فما أهل به لغير الله لا يحل سواء من كتاب أو من غيره. نعم. قال إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل، وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم، كراهية التنزيه يعني. نعم. وقال أيضا سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم، قال إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد. نعم. من ترك التسمية على الذبيحة ناسيا فذبيحته حلال سواء كان من المسلمين أو من أهل الكتاب، أما من تركها متعمدا ويقصد بذلك أنها لغير الله عز وجل في نيته وقصده فإنها حرام، كما لو صرح باسم المذبوح له من غير الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال المروزي قرئ على أبي عبد الله وما ذبح على النصب، قال على الأصنام، وقال كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل. نعم. من جملة ما حرم الله في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة إلى قوله تعالى وما ذبح على النصب، والنصب هي حجارة ينصبونها يعبدونها من دون الله ويذبحون عليها، أو هي الأصنام يذبحون عليها، فهي ذبائح شركية حرمها الله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله تعالى وما أهل به لغير الله، والذبح على النصب سيأتي أن الشيخ رحمه الله ذكر فيه وجهين. نعم. المراد به. نعم. وقال حنبل قال عمي أكره كل ما ذبح لغير الله، والكنائس إذا ذبح لها، وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاء فلا بأس به. نعم. روى حنبل بن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد وتلميذه أنه قال عمي يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه يكره ما ذبح للكنائس، والمراد بالكراهة هنا عنده كراهة تحريم، كراهة التحريم. وأما ما ذبحوه لأجل اللحم والطعام فهذا هو الذي أباحه الله للمسلمين من ذبائح أهل الكتاب، لأنه لم يتقرب فيه إلى غير الله عز وجل. نعم. قال وما ذبح يريد به غير الله فلا أكله، وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه. وما ذبحوه في أعيادهم كما سبق أنه ترددت الأقوال فيه، وأقرب الأقوال أنه يحرم أيضا. نعم. وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم فكره أكله. نعم. قال حنبل حتى ولو لم يذكروا عليه اسم المسيح وإنما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم ولو ذكروا اسم الله عليه، لأنهم ذبحوه لمناسبة بدعية وهي العيد، فنحن لا نشجعهم ولا نأكل الأطعمة التي يصنعونها في مناسبة أعيادهم كما سبق. نعم. قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال لا يؤكل لأنه أهل لغير الله به. نعم. لأنه لم يقصد به التقرب إلى الله، ولم يقصد به اللحم والاستطعام
وإنما قصد به غير الله جل وعلا، تعظيم ما يعظمونه من هذه المناسبات أو يذبحونه على نية أنه للمسيح أو لغيره أو للزهرة كما سبق. فهو على كل حال بهذا القصد وهذه النية لا يحل للمسلم أكله، ويكون الدليل على ذلك قوله تعالى وما أهل به لغير الله، يكون مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. قال ويؤكل كل ما سوى ذلك من ذبائحهم، يؤكل كل ما سوى ذلك ما لم يذبحوه على اسم غير الله أو ما ذبحوه لغير كنائسهم وأعيادهم فإنه يؤكل، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن الآن حصلت مشكلة في هذا العصر، هم كانوا في الأول يذبحون على الطريقة الشرعية، واليهود لا يزالون يذبحون على الطريقة الشرعية، لكن النصارى صاروا يصدرون اللحوم ويذبحونها بطريقة جماعية بآلات حادة ولا تكون في محل الذبح أو على صفة الذكاة، أو أنهم يضربونها بالمسدسات وبالصعق الكهربائي أو الطيور بالماء الحار حتى تموت فيه، فهذا ما كان على هذه الصفة فإنه لا يحل لأنهم لم يذبحوه على الطريقة الشرعية. نعم. فإن كان المسلم الآكل يدري أو لا يدري عليه أن يتأكد، إذا كان يدري فإنه لا يحل، وأما إذا كان لا يدري فالاحتياط وبراءة الذمة لا يأكل منه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله إنما أحل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه، قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال وما أهل به لغير الله، فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. هذان الدليلان قاطعان في هذه المسألة. نعم. من في حق أهل الكتاب وغيرهم أن ما ذبح لغير الله فإنه لا يؤكل منه، ولقوله تعالى وما أهل به لغير الله، وكذلك لم يذكر، وكذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا لم يذكر اسم الله عليه والله نهى عن أكله. نعم. وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصارى يقول اسم المسيح قال كل، قال حنبل سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك قال لا تأكل، قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا أرى هذا ذكاة. نعم. هذا على القولين السابقين أنه ممنوع الأكل لأنه ذكر عليه اسم غير الله واسم المسيح، والقول الثاني الذي نسب إلى أبي الدرداء ومن وافقه أنه يؤكل أخذا بعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. قال فلا أرى هذا ذكاة وما أهل لغير الله به. نعم. هذا عند الإمام أحمد حرام لأنه يدخل في قوله تعالى وما أهل به لغير الله أو أهل لغير الله به، فالإمام أحمد قدم هذا على قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمخالف قدم الآية الأولى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم، وهذا قول عامة قدماء الأصحاب. نعم. هذا معروف أن القدماء كالإمام أحمد ومن في طبقته ومن قبلهم أنهم إذا قالوا بالكراهة فمعناه تحريم، خلاف ما عليه المتأخرون من الفقهاء فإنهم صاروا يستعملون الكراهة كراهة التنزيه. ووجهة القدامى أنها للتحريم
قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن ذكر قتل الأولاد وأكل مال اليتيم والزنا والربا غير ذلك، ثم قال في الختام كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما، دل على أن الكراهة تطلق ويراد بها التحريم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم، كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه، وهي متفرقة في هذه الأبواب. نعم، الخلال جامع فتاوى الإمام أحمد ورسائله، فهو أدرى بأقوال الإمام أحمد، فهو اختصر هذه العبارة، فهو يذكر عن الإمام أحمد كما سبق أنه ما ذبح للكنائس أو ذبح باسم المسيح فإنه مما لا يحل. نعم، وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به، فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به. وأما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم. هذا سبق أنه إذا تركت التسمية سهوا أو نسيانا أنه يحل المذبوح، لأن التسمية عند الجمهور إنما هي للاستحباب وليست شرطية، والمذهب أنها شرط من شروط الزكاة، من شروط الزكاة، ولكن الجمهور وهو رواية عن أحمد أنها ليست شرطا وإنما هي مستحبة، فإذا تركت فإنما ترك مستحبا ولا يؤثر هذا في حل الذبيحة. وأما إذا أنهم لم يذكروا اسم الله عليه لأنهم يذكرون اسم غير الله كالمسيح والزهرة أو يذبحونه لكنائسهم، فهذا عند الإمام أحمد لا يحل، ليس لأنه تركت عليه التسمية، بل لأنه مما أهل به لغير الله. نعم، قال: فإنه معنى قوله ما أهل لغير الله به. نعم، وعند أبي عبد الله أن تفسير ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إنما عنا به الميتة، وقد أخرجته في موضع. نعم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ليس المراد به متروك التسمية مطلقا، وإنما المراد به الميتة، فإن الميتة تموت بدون زكاة ولا يذكر اسم الله عليها. نعم، ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط، فإن ذلك عنده لا يحرم، وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير الله. نعم، سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره، لكن قصدهم الذبح لغيره. الاعتبار بالقصد، فإذا صرحوا باسم غير الله تضح المقصود، وإذا لم يصرحوا وهم ينوون بذلك التقرب إلى غير الله فالحكم واحد، سواء صرحوا أو لم يصرحوا، فهو مما أهل به لغير الله. نعم، وقال ابن أبي موسى: ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم، ولا يؤكل ما ذبح للزهرة. نعم، ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم والزهرة، وهي الكوكب المعروف يتقربون إليها بالذبائح، فما ذبح بهذا القصد سواء صرح بذلك أو لم يصرح فإنه حرام، على نص أحمد رحمه الله لعموم قوله تعالى وما أهل به لغير الله، في سياق المحرمات وما أهل به لغير الله. نعم، والرواية الثانية أن ذلك مكروه غير محرم، وهذه التي ذكرها القاضي وغيره. نعم، هذه المراد كراهة التنزيه على هذا، لأنه سبق أن الكراهة الغالب عند المتقدمين أنها تكون للتحريم، لكن قد يريدون كراهة التنزيه. نعم، قال: وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي عمن ذبح للزهرة، قال: لا يعجبني،
قلت أحرام أكله؟ قال لا أقول حراما لا ولكن لا يعجبني. وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم. نعم، أثبت كراهة التنزيه دون التحريم، لأنه لو لم يذكر التحريم هنا لحملناه على التحريم، لكنه سئل هل هو حرام فقال لا يعجبني، دل على أنه لا يرى التحريم وإنما يرى كراهة التنزيه. والمنصوص عنه وما عليه الأكثر القول الأول أنه للتحريم. نعم. ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه، هل يسمى حراما؟ على روايتين، كالروايتين عنه في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا؟ على روايتين. الإمام أحمد رحمه الله عنده تورع عن إطلاق اللفظ على سبيل الجزم في شيء يحتمل، ولهذا إذا كان الشيء فيه خلاف أو تعارضت فيه الأدلة عنده فإنه لا يصرح بالتحريم، وإنما يقول أكرهه لا يعجبني أو ما أشبه ذلك. فهذا من ورعه رحمه الله، فالتحريم إنما يطلق على ما اتضح تحريمه بالأدلة الصريحة، أما ما كان تحريمه محتملا فإنه رحمه الله يلجأ إلى عبارة لا يعجبني أكره ذلك. نعم رحمه الله. قال ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه. نعم. قال أبو الحسن الآمدي ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر، فقال أحمد مما أهل لغير الله به أكرهه كل ذبح لغير الله والكنائس، وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه، فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاء فلا بأس به. هذا هو ما سبق، أنه ما ذبح على وجه التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى هذا شرك بالله عز وجل ولا تحل الذبيحة، قوله تعالى وما أهل به لغير الله، فيكون داخلا في الآية ومخصصا لقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم حل لكم، وهذا ما يسمونه بتعارض العمومين فعند الأصوليين، فبعضهم قدم عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبعضهم على العكس قدم عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله وعموم قوله تعالى وما أهل به لغير الله، والمسألة مسألة خلاف، ولكن الإمام أحمد كما سبق وتكرر أنه يرى أن هذا محرم. نعم. لمثل هذا إذا تعارض العمومان كيف يكون الترجيح بينهما؟ هي أن أيهما يخص الآخر؟ هذا خلاف بين العلماء، كل يقدم العموم الذي يراه مخصصا للعموم الآخر. نعم. وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم. نعم، يكره هذا الإمام مالك، فيكون الإمام أحمد متفقا مع مالك. مع الإمام مالك في هذا، في جميع هذه الأمور، ما ذبح على الصليب، ما ذبح للكنائس، ما ذبح لأعيادهم ومناسباتهم، الإمام مالك يكرهه. نعم. وفي المدونة وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم، وتأول قول الله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به. نعم. قال ابن القاسم وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل. هذا كما سبق أن من أخذ بعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أنه كل ما ذبحوه فإنه حل لنا، ولكن من قدم عموم وما أهل به لغير الله فإنه يرى تحريم ذلك،
ولكن من أخذ بالقول الثاني وهو تقديم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فإنه يكره ذلك كراهية تنزيه، مع أنه لا يرى تحريمه فهو يكرهه كراهية تنزيه ومن باب الاحتياط. نعم. ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله. كل هذه الأقوال ترجع إلى الأصل الذي ذكرناه من تقديم أي العمومين، عموم قوله تعالى وما أهل به لغير الله، يعني يحرم، وما أهل به لغير الله فيحرم، أو عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم. نعم. قال فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين، وهذا مذهب الجمهور كما سبق هذا. نعم. وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد. نعم. وهو قول مذهب الجمهور ومذهب الفقهاء الثلاثة من الأئمة الأربعة يعني. نعم. وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم. أعد العبارة. قال فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فما نقله غير واحد، وهو قول علي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة، منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم. نعم. أخذا بقوله تعالى وما أهل به لغير الله، وهذا أهل به للمسيح والزهرة ونحو ذلك. نعم. وقدم أحبارهم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لكم حسن استماعكم، وهذه تحية مهندس الصوت أخي عثمان الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.